مظاهرات محدودة تحولت إلى اشتباكات بين مؤيدي الحكومة المصرية ومعارضيها. السلطات استبقت المظاهرات التي دعت إليها حركات سياسية بتعزيزات أمنية مشددة تم خلالها إغلاق الميادين التي تعد مقصدا تقليديا للمحتجين، لكن بعضهم أصر على التظاهر. تحدي الظلم وكلمة حق في وش الظلم، احنا ده قرار واخدينه عندنا في ابريل وصور كتير، يعني عامة ان احنا مش هنسكت على الظلم اكتر من كده. احنا فعلا الفترة اللي فاتت استنينا عشان الشعب يشوف بنفسه ان الوضع مش هيتغير وان نفس منظومة مبارك هي اللي بتحكم دلوقتي. أنصار للرئيس المعزول محمد مرسي نظموا عدة مسيرات جابت شوارع جانبية بالقاهرة وعدد من المحافظات، لكن خبراء يشيرون إلى أن أعضاء تحالف دعم الشرعية الداعي إلى هذه المسيرات ما برحوا ينفضون عنه. المجموعة اللي كانت منضمة لهذا التحالف مختلفة على الاستراتيجيات والأسلوب، هم متفقين في الهدف هو إسقاط النظام. حتى في تصريح الجبهة السلفية اللي انسحبت بتقول إن جماعة الإخوان ديكتاتورية، جماعة الإخوان تريد أن تسيطر على هذا التحالف وتحرك هذا التحالف وتأخذ قرارات منفردة بعيدا عن هذا التحالف، وتريد الجميع في هذا التحالف أن يخدموا تنظيم الإخوان. أحداث هذه الجمعة تأتي على خلفية حكم بالبراءة صدر لصالح الرئيس المصري السابق حسني مبارك وعدد من مساعديه. رغم معارضة الحكم إلا أن عددا من الأحزاب طلبت من أنصارها عدم النزول إلى الشارع. لما بيحاول الإخوان المسلمين وتحالف دعم الشرعية الذي أسقطهم الشعب في 30 يونيو استغلال براءة مبارك لوصم 30 يونيو بأنها انقلاب وإحالة واستخدام المظاهرات، وهم يدعون إلى العنف ويتصدون بالعنف ضد الدولة المصرية وضد الجيش المصري وضد المصريين عموما، فنحن نرفض أن نعطيهم غطاء سياسي أو نشاركهم في تظاهر يحسب لصالحهم. الشوارع المصرية يبدو أنها عادت تشهد حالة من التوتر، فجرها هذه المرة غضب بعض التيارات السياسية من الحكم ببراءة مبارك، لكن هناك من يقول إن السلطات تتخذ من الإجراءات ما هو كفيل بإعادة الهدوء مرة أخرى. علي جمال الدين، BBC، القاهرة.